يعني من الصبح الساعة 8 وانا بالشارع. كيف شايف الحركة؟ مش لا انا بالشارع كل العالم نايم ولا حركة، يعني لازم تكون بالليل بعد الفطور، الناس دايخ اصلا قبل الفطور، يعني كله حفظ. يعني شو رايك بالابقاء الحظر الليلي بعد الساعة 7؟ والله انا يعني عندك شو اسمه القطاع التجاري كله شغل، اغلب اللي عنده عائله تبدا تطلع برمضان، تطلع الصبح بدنا صيام، درجات الحراره عاليه ما بتلحقش، بتلاقي تطبخ ولا بدها تشتري ولا بدها تمون، عادي فاضي. الواحد بعد الفطور كان اول يطلع بعد الفطور يخلص اموره يشتري الاولاد الاواعي ويضل وحده، الله يعني لو اعطوهم ساعه بس يشتروا فيها بعد الفطور كل امورهم تنحل، امور المحلات امور الناس. خلاص يعطيك العافيه. رمضان كريم، رمضان كريم، ان الواحد لازم يفتح للناس للعصر للمغرب، ما بيقدروا النسوان يطلعوا يشتروا لاولادهم شوب الدنيا، وينهم طبيخ وينهم البيت؟ يعني كويس انه اليوم الجمعه فتحوا، يعني والله هيني انا طلعت فيها الشوب وانا مره كبيره وشوب الدنيا، يعني كويس. يلا كل عام وانتم بخير وخلينا جلاله الملك يا رب فوق رؤوسنا، الله يخليكم، كل عام وانت بخير خالته. والله بالنسبة للوضع في زمن كورونا، خلينا نسميه إذا صح التعبير، بشكل عام الضرر حاصل على الجميع وقطاعات تأثرت أكثر من القطاعات. إحنا في القطاع الغذائي تقريبا بدأنا نحس بالتأثر من حوالي 6 شهور، لكن إذا صار وسمحوا لنا بالفتح بعد الإفطار راح يكون الوضع أفضل إن شاء الله. يعني الناس بيطلعوا بيشتروا أواعي، بأخذوا عصير، بأخذوا شوكولاتة، بأخذوا شيبس، إحنا برضو يعني بنكون مستفيدين، وإن شاء الله ربنا يكشف هالغمة وترجع الأمور طيبة يا رب. إحنا بنطالب إنه يمددوا فترة الساعات اللي بعد المغرب أساس الناس تقدر تتسوق بشكل بكل أريحية. هو الساعة قبل 6 بتكون أزمات، الناس ما بتأخذ حتى بتسوق، الكل بيكون مستعجل بده يروح، ما يعني ما بقدر يكمل احتياجاته بالشكل المطلوب اللي هو بده اياه. فاذا كان بعد المغرب في كم من ساعه زياده بكون افضل، المواطن بتسوق بكل اريحيه، باخذ اللي بده اياه، بيشتري اللي بده اياه، عرفت كيف؟ فهمت علي كيف؟ زائد انا كمواطن بدي اتسوق لبيتي لعائلتي لكذا، ما في مجال، بنروح الساعه 6 وحضر، ما نقدر نشتري نكمل احتياجاتنا، نطلع الصبح محلات تفتح متأخرة في كم من ساعة، هذول يعني ما نقدر نسوقين زي ما بدنا. شكرا جزيلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الحمد لله اليوم الجمعة كان فيه الحمد لله التزام بنسبة كبيرة من المصلين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من هذا الوباء وأن يرفعه عنا وعن جميع المسلمين. ونسأل كذلك يعني الإخوة الكرام ونطالب المصلين أن يلتزموا أكثر وبالتباعد والإحضار السجادة الخاصة لكل مصلي. وفي النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل برفع هذا الوباء عنا عن الأردن وعن جميع المسلمين، وأيضا كذلك نوصي بأخذ المطعوم لكافة المواطنين حتى إن شاء الله سبحانه نقي أنفسنا من الأمراض ومن العدوى ومن غيرها من الأمور التي تضر بالأجسام. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا.